صباح الخير عليكم والابتسامة الحلوة والضحكة اللي بجد. صباح الياسمين، النهاردة هنتكلم عن حلقة مميزة بتستناها كل أم في كل بيت. الحلقة النهاردة بتتكلم عن التخاطب ومشكلة تأخر الكلام عند الطفل، ومش أي طفل، الطفل الطبيعي، الطفل اللي ماما تقعد تقولي أو تيجي المركز تقول للدكتورة بتاعة المركز أنا ابني ما بيتكلمش ليه، أنا ابني ما عندوش أي إعاقة، ما عندوش أي مشكلة سواء بصرية، عقلية، توحد، فرط حركة. تروح تسأل واحدة زميلتها اشمعنى ابني ما بيتكلمش، اشمعنى ابن خاله بيتكلم، اشمعنى ابن خالته أخته بتتكلم. كل ده هنعرفه النهارده معانا ومعاكم النهارده استاذه حنين حسام. اهلا بيكي. اهلا بيك يا حبيبتي. عايزينك بقى تجاوبينا على كل الاسئله دي، جات لنا اسئله على البيتش وكل ام برضو بتقعد مستغربه هو ابني ليه ما بيتكلمش رغم ان هو طبيعي ونورمال ما فيهوش اي مشكله، ما عندوش اي اعاقه. عايزين نعرف الاول ايه الفرق بين الطفل النورمال وايه الفرق بين الطفل اللي هو غير عادي او الاب نورمال اللي عنده اعاقه، تمام؟ وده ده بيتأخر في الكلام ليه وده بيتأخر في الكلام ليه؟ تمام، مبدئيا كده احنا عايزين نقول ان الطفل المتاخر في الكلام بيشترك في معاه النورمال والاب نورمال، يعني ده من صفات ده، يعني الاب نورمال ده شيء اساسي ان هو يبقى متاخر في الكلام. تمام. ليه اب نورمال؟ بيبقى عنده بعض المشاكل العضويه فبتاخر معاه حاجات كتير مش بس الكلام، بس ده شيء اساسي منه الكلام. بيبقى عنده اعاقات، الاعاقه السمعيه، الطفل الإعاقة السمعية برضو عنده متأخر في الكلام، الطفل اللي هو عنده شلل دماغي متأخر في الكلام، الطفل اللي هو عنده اضطرابات زي التوحد متأخر في الكلام، تمام. المتلازمات، كل ده متأخر في الكلام. دول الأب نورمال متأخرين في الكلام، يعني انت قصدك ان الاطفال الاب نورمال هم الاطفال اللي عندهم مشاكل عضويه عندهم مشاكل او عضوية. اعاقات؟ تمام بالظبط كده. طب بالظبط. عايزين نعرف بقى الطفل اللي هو النورمال الطبيعي هو ليه بيتاخر في الكلام، ايه سبب ده؟ كل ام بتبقى عايزه تعرف الاجابه دي قوي، ونلاقي مثلا ممكن يكون اتنين توأم، واحد بيتكلم والتاني لا متاخر في الكلام. ايوه تمام. تمام. طيب عامة احنا عايزين بس نوضح لأولياء الأمور والمشاهدين اللي بتسمعنا اللي هو الطفل المتأخر في الكلام النورمال عادي خالص، ايه هو، مين هو أصلا؟ تمام. الطفل المتأخر في الكلام هو بيبقى عنده مشكلة في التواصل مع المحيطين بيه، ما عندوش القدرة، عنده ضعف قدرة كلامية، عشان كده مش قادر يوصل ويعبر اللي جواه للآخرين، فبالتالي الآخرين مش فاهمينه. تمام. بيوصل لمرحلة عمرية معينة، المرحلة العمرية دي بيبقى القدرة الكلامية أو المهارات المفروض يكتسبها في الفترة دي ضعيفة جدا، تمام. فده الطفل المتأخر في الكلام. عايزين نعرف ليه، ايه أسبابه بتبقى، أو الأسباب اللي الطفل النورمال بيتأخر ليه في الكلام بيبقى أغلبها أسباب وعوامل بيئية. تمام. ايه اللي بيحصل؟ يعني مثلا عندي أنا في البيت بسيب ابني قدام التلفزيون فترة دي طويلة. كارثة. دي كل الأطفال أصلا كده جدا. وكلهم متأخرين بسبب الحتة دي، التليفونات بقى، الأم ابنها بيزن خدي يا حبيبي التليفون، بالظبط، مثلا مشغولة. رايحة الشغل خدي يا حبيبي التليفون، بتعمل أكل في المطبخ خدي يا حبيبي التليفون، ايوه بس دي بالظبط. كارثة طبعا. طب أنت شايفة إن التليفون والتلفزيون دي حاجة كويسة إن إحنا ندي الموبايل أو التليفون أو نشغل التلفزيون لابننا في سن مبكر مثلا على عمر سنة، وفي ناس بتمسكه أقل من سنة كمان، للطفل دي حاجة كويسة ولا حاجة غلط؟ لا 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 خالص، في امهات تعتقد ان دي حاجه كويسه، فكل ما بيشوف اكتر كل ما هيتكلم اكتر، او كل ما هيتكلم بدري كل ما اقعده. لا غلط جدا ان هو قاعد اصلا قدام التلفزيون، ايوه. بعيدا عن المشاكل الصحيه اللي بيسببها، هو بيفقد الطفل مهارات كتيره جدا، منها اهم المهارات مهارات العقليه للطفل، تمام. المهارات الادراكيه للطفل. فان انا قاعده قدام التلفزيون فتره طويله ده غلط اصلا. المفروض تحت سن سنتين ما يشوفش التلفزيون نهائي. احنا لو هنتكلم على المفروض عدد الساعات او عدد الدقائق المفروض الطفل يشوفها، لو تحت السنتين ما يفتحش التلفزيون ولا تليفون ولا يمسك اي حاجه. تمام. من 3 سنين ل5 سنين متاح له ساعه في اليوم، تمام. من 6 سنين ل12 سنه
ساعتين في اليوم انا نفسي متفرقة. انا نفسي تقولي طبعا ده للناس اللي المفروض بتشوفنا. طبعا انا بشوف كل ام دلوقتي بتسيب الواي فاي بقى والتليفون لابنها ممكن اكتر من 8 ساعات في اليوم متواصل ايوه فعلا وعادي اللي هو اكتر. ايوه تقول لك ايه بيتعلم لغه جديده. هو ده صح؟ لا لا بيجي لنا اصلا المركز او بيجي لنا اللي بيروح للدكتوره هو اصلا مش متعلم لغه، هو ما عندوش لغه بدليل ان هو ما بيتكلمش. وبيبقى ساعات جاي لك تقول لك الام ايه ابني بيتكلم بس بيتكلم لغه عربيه فصحى، يقول لك ايه اريد الماء لقد اخذ اخي مني مش عارفه ايه مش عارفه ذهب ابي للحديقه اذهب مش عارفه لفين. ده بسبب الكرتون المدبلج اللي هو بيشوفه. فطبعا الام بتبقى جايه تقول لك انا ابني بيتكلم بس، اقول لها طب انت ايه المشكله؟ تقول لي انا لما بخرج بيه بيسبب لي مشكله، اصحابي بيتريقوا عليا لانه بيتكلم لغه عربيه فصحى في كل الاماكن، في الحضانه وفي المدرسه وفي الشارع وفي النادي. فده طبعا اضطراب اكيد. طبعا. احنا بقى لما بيجي لك المركز بتعملي معاه ايه؟ طيب هو عامه الاطفال اللي بتقعد قدام التلفزيون اغلبها فعلا بتكتسب فعلا لغه التلفزيون. ايوه تمام. وده مش حلو. اوقات كتير بيبقى يعني ترديد كلام او مصاداه، ان هو بيردد لي جمله هو سمعها. يعني ممكن انا اساله سؤال اسمك ايه يقول لي حسنا، يعني يقول لي مش كلام فاهم لغه عربيه فصحى بس مش في موضعه، بالظبط. فبيردد كلام. فطبيعي انا هفهم دلوقتي هل هو بيردد كلام بدون يعني فهم. فده طبعا ليه حاجات معينة وليه تدريبات معينة وليه يعني المفروض أنشطة معينة أدربه عليها علشان أقدر أوصل لمرحلة جميلة معاه. ولا هو فاهم وبيرد عليا بإجابته الخاصة، يعني أقول له يعني مثلا أقول له عامل إيه يقول أنا بخير، يبقى كده فاهمني عارف بيرد عليا تمام. الإجابة بالسؤال. بس برضو هو احنا ما بينطقش لغة حالنا، يعني لا احنا بنتكلم في مصر لغة عامية. بالنسبة للأم لما هو بيتكلم لغة عربية فصحى هي مسبب لها مشكلة ان اصحابه واصحابها بيتريقوا عليه. هو بس ده السبب. في اطفال تانية تعرف توظف يعني ايه مثلا تتكلم لغة عربية فصحى بس مثلا في اماكنها الصح. تلاقي طفل بيتكلم لغة عربية فصحى بس مثلا في الشعر في النثر بيعرف يوظفها في اماكنها، لكن تيجي تكلميه في الحياة اليومية بيتكلم عادي. بيتكلم عادي. ايوه فدوت حاجة طبيعية، تمام. لا لكن حلو التاني ده حاجة طول ما هو اضطراب. طبعا. فمعنى كده ان التلفزيون اقل من 3 سنين هو مدمر لعقل الطفل والعمليات المعرفيه اللي عنده. جدا تمام. يعني جدا انت بتنصحيهم ان هم ممنوع تماما خالص. بعد 3 سنين المفروض ان هم وساعة يعني على حسب برضو عمره ايه. بصي هو 6 دقايق لكل سنة، تمام. يعني عند 5 سنين هتلاقيه المفروض يتفرج نص ساعة بس في اليوم متفرقة. تمام. طب امتى انا كأم ابدأ اقلق على ابني وابدأ افكر ان انا اوديه مثلا لدكتور التخاطب؟ تمام. هو الطفل المفروض على السنتين يكون جاب لي جملة من كلمتين، تمام. اشرب مية، اكل تفاحة، يقول يكون بيقول بابا فين، يبدأ يسأل أسئلة او يقول كلمات بسيطة. ممكن يوصل لمرحلة ان هو يبقى عنده 50 كلمة تمام. في الحصيلة اللغوية بتاعته، بس بيقول لي جملة من كلمتين وبيعرف حلوين يوظفهم بطريقة كويسة. المفروض. طب قبل سنتين الأم برضو عايزة تعرف ابنها هو طبيعي ولا مش طبيعي، هو عنده مشكلة بداية من ما هو بيبي في اللفة لسه، بداية من ما تمام. هو تكتشف ازاي؟ طيب بصي هو المفروض التطور اللغوي للطفل بيبدأ من عمر 4 شهور. من 4 شهور ل6 شهور دي بيحصل عندنا مرحلة اسمها المناغاة، بيبدأ الطفل يطلع أصوات كده بسيطة، باب مم، وطبعا أصوات بسيطة كل خالص. اب بيقول لك ايه ده نطق بابا الاول ده بيحبني ما نطقكيش، دوت اكيد لها تفسير عندكم. هو بس هو اساسا الاطفال بتنطق الحروف السهله، فمن الحروف السهله اللي هي على الباء. الشفايف اللي هي الباء، مش ايوه بيوظف يعني لبابا هو ولا مش ماما. معنى كده ان هو مش بيحب بابا لا لا هو قبل مش مامته. عارف، مش عارف ان بابا ولا كلمه، مش بيوظف لا الكلمه لا خالص. ايوه. طيب بعد المرحله اللي هي من 4 شهور لست مرحله شهور المناغه دي بيجي مرحله ايه؟ بيبقى بعديها بقى مرحله من 7 شهور لسنه. في البداية ال7 شهور بيبقى مناغاة بس بنطول الصوت شوية، يعني كان في من 4 شهور بيقول باب، بال7 شهور يقول باب، بيطول الصوت شوية، تمام. يبدأ يقلد أصوات جديدة، يبدأ ممكن تلاقيه بيقول صوت قطة، يبدأ ايوه على آخر السنة يقول كلمة ماما بابا، يشاور يقول باي تمام بشكل مفهوم. بشكل مفهوم طيب وفهم ان ده بابا، خلاص وظف ان ده بابا، وظف ان دي ماما.
الكلمة. إيه طيب، احنا عايزين نعرف برضو مشكلة يعني او حاجة الام تعرفها وابنها وهو بيبي وهو في اللف كده ونايم. إيه المفروض ان هي طيب تعمل ايه علشان تعرف مثلا ان هو بيسمع كويس، ان هو بيشوف بشكل كويس، إيه ان هو منتبه معاها لما تكون مثلا ماسكة حاجة وعايزاه ينتبه ليها، تشوف هو منتبه معاها، عايز يشدها، عايز ياخدها. بنلاقي اطفال كتير عندهم 8 شهور و6 شهور اول ما تمسكي شخشيخة يبقى عايز يجيبها، تمام يبقى عينه معاها، مع ان كده الطفل ده طبيعي. تمام فالام تعمل كده وهو الطفل اه طبعا صغير؟ هي يعني في امهات او احنا كامهات بنبقى قلقين قوي على اطفالنا، بيبقى يعني عايزين نشوفه بقى هيسنن امتى، مش عارفه ايه، بنتابع بقى المفروض على الشهر الثاني يبقى عمل كذا. ففي الشهر الثالث المفروض من اول الشهر الثالث بيبدا يبص بقى على الاشخاص، ايوه يبدا بعد كده من الشهر الرابع ينتبه للصوت، حتى لو لعبه فيها صوت بيبص لها، تمام لعبة فيها ضوء بيبص لها، بينتبه، يبدأ ينتبه. تمام هي تبدأ حتى انت بتقولي الشخليلة تبدأ من جنبه، المفروض ان هي لما تعمل صوت يبص لها. طيب لو ما انتبهش او الطفل ما ركزش، معنى كده ان الام تبدا تدور، ممكن يكون مثلا عنده مشكله في السمع، ضعف عنده في السمع، مشكلة في السمع، ميه على الودن، يكون عنده حاجه، او مثلا هو ما بينتبهش للشخليله او يعني ما بتروحش وبتيجي معاها، يبقى عنده مشكله مثلا في البصر او عنده خلل في حاجه معينه، عنده فتبدا تروح طبعا. للدكتور. بص، هو التدخل المبكر جميل جدا، بس احنا يعني علشان بس الام ما تقلقش، يعني مش من اول يوم المفروض ان احنا نحدد، تستنى لا مثلا طبعا، طبعا احنا مثلا اقصى حاجه انت تحددها مثلا 8 شهور ولا قبل ال 8 شهور، يعني اقصى حاجه ان هي هو ما تدربها قبل الحاجات دي. افضل، يعني المفروض ان هو 3 شهور وابدا بعد كده اشوف الوضع اتاخر ليه، تمام لان الموضوع يعني تسلسل، انا كل ما اخر كل ما في حاجات تانية هتاخر معايا، فعلا. فممكن يكون ضعف سمع، ممكن يكون في حاجه يعني نقص اكسجين سبب له حاجه في الانتباه والتركيز في العمليات العقليه وات ايفر يعني، فممكن يكون في سبب معين، كل ما اعالج السبب ده بدري كل ما يبقى افضل لطفلي. تمام. طيب في سؤال جالنا على البيدج، في ام بتقول انا ابني عنده 4 سنين ومش بيقول الا كلمه واحده، تمام، وما بيعرفش يقول جمله خالص وعنده 4 سنين، تمام. دي تعمل معاه ايه او تروح طيب، هو ليه عامة فين؟ سؤال حلو جدا، هو انا هتكلم باستفاضة لان دي مشكلة ناس كتير، وفعلا سؤال متداول بين الامهات. تمام اول ما يوصل المفروض خلاص زي ما اتفقنا كده، ان المفروض ان 2 سنين بيقول جملة من كلمتين، و3 سنين بنبدأ نطول في الجملة تبقى 3، والسؤال بقى نبدأ ندخل السؤال، ونبدأ بعد كده من 3 ل4 سنين الحصيلة اللغوية بتزيد ل1000 كلمة، ايوه ده وبعدها المفروض يحكي حكاية 4 سنين ده المفروض وبدون فعلا مساعدة حد. ايوه، تمام ويدخل الضمائر الصحيحة، يدخل بعد كده الافعال، ولد يشرب، بنت تشرب، يبقى فاهم كل الامور دي. طيب انا المفروض عندي حصل ضعف، لا انا مش ابني مش بيعمل كده، طب ايه المفروض اللي انا اعمله مع الطفل؟ طيب المفروض الام لو هي فعلا هتشتغل مع ابنها وتنتبه له وتوفر له وقت معين او وقت كويس جدا ان هي تشتغل معاه، هديها بس بعض النصائح الاولى علشان تبقى كده وهي بتشتغل معاه تبقى مركزه. تمام مبدئيا كده مفيش لا يأس ولا احباط، هي يعني الاستجابات اوقات بتاخر، فيبقى عندها صبر، ايوه دي اول حاجه. تاني حاجه تمنع الالكترونيات تماما، لا تلفزيون ولا بس تليفون. معظم الامهات تيجي مثلا تقول لك في جايلك المركز هو او العياده التخاطب بتاعتك، تقول لك اول يوم تيجي لك فيه هو انا ابني هيتكلم امتى، اللي هو ازاي فعلا هو انت بتديها ميعاد؟ اظن لا دي لا حاجه ما غلط. ينفعش خالص، اصل كل طفل معلش ومختلف عن التاني. في ايوه اطفال بتيجي عندنا فعلا يعني مش بتتكلم، والاقي وانا اقول لا دي قدامها يعني ولا 6 شهور تفاجئني 2 شهر والاقيها بتتكلم، وما شاء الله دخلنا بدأنا ندخل في جمل. ما شاء الله. طب دي جميل جدا. طب ده بيتوقف على ايه؟ على استجابة الطفل ولا استجابة الطفل وشطارة الأخصائي مثلا ولا ايه بالظبط؟ وإضافة شغل شغل الأم البيت هيفرق جدا معاك. جدا ايوه جدا، أنا كأخصائي بقعد مع الطفل ساعة، الأم 24 ساعة في البيت قادرة توظف له الحاجة اللي احنا بناخدها بكذا طريقة، فعلا احنا بنقعد في محيط في جلسة، هي تقدر ان هي تطلع الحاجة اللي احنا بناخدها بتعممها في البيئة. فالأم وبتوريها له كمان على حاجات طبيعية، اه يعني انت بتوريها له مثلا ممكن على كروت او على كروت او حاجة. مجسمات، ايوه هي بتوري له مثلا تفاحة التفاحة حقيقية ويقطعها ازاي وياكلها تمام ازاي، صح وده ما بيكتسبوش في اي حتة تانية. لا عندك في المركز بتقدري توفري له كل دوت، ولا مثلا في التلفزيون الام تقعد تقول لك ايه ده في التلفزيون
التلفزيون ما هو بيشوف تفاحة والموزة وكل ده، بس التلفزيون تقريبا ما بيكسبوش ان التفاحة دي لونها احمر، بنقطعها بالسكينة بناكلها، فبرضه بيبقى عنده قصور في المعرفة بتاعته من التلفزيون. طبعا، لان الطفل يحب، او في الاول في بداية نشأته، بداية ان هو بيتعرف على الاشياء، بيبقى بيتعرف عليها بحواسه، يبقى يحب ان هو يلمس الحاجة. حتى لما نيجي نعلم الطفل الالوان، بعلمها له ازاي، بجيب الوان مية كده وبخلي الطفل يحط ايده كده ويقول احمر احمر، اخليه يلمس اللون، ايوه فالطفل يحب يتعلم الحاجة بحواس. طب ما امسك التفاح، تعرف عليها، يشوفها، يبص عليها، يلمسها، ده ايوه افضل بكتير. احنا ككبار اصلا حتى لما دخلنا الجامعه وغيره وغيره كنا بنحب ندخل نجرب في المعمل ونعمل بايدينا علشان نستفيد والمعلومه تثبت، والمعلومة تثبت فهكذا بالظبط. برضو الطفل. طيب عندنا برضو سؤال عايز اسالك، هم فعلا الولاد بيتاخروا في الكلام عن البنات، او البنات بتتكلم بسرعه عن الولاد؟ فعلا البنات بتتكلم بصورة اسرع من الولاد، فعلا ده حقيقي. طب ليه بقى؟ هم فعلا رغيين شوية. هم طبعا رغيين شوية. وبيبقى شائع عند الولاد وهم صغيرين، بيبقى عندهم الاضطرابات كده في الكلام، بتبقى شائعة بين الولاد اكتر. ليه؟ بيرجع الموضوع بيقول لك للوظائف الكلامية في المخ، يعني دي تحسي ان ربنا ميزنا فيها في حتة زي دي. وبعدين احنا بطبعنا رغيين حتى بس انا واحنا حاسه كبار. البنات شويه ربنا ميزهم بالعاطفه، عاطفة، الذكاء العاطفي. وان هم يميزوا الانفعالات والرياكشنات والعاطفه بتاعتهم بتكون سابقه شويه، فبيتكلموا تقريبا اكتر. ايوه، ما هم ده فعلا في البنات، بس ده ما يمنعش ان هي بتتكون عند الولاد اكتر، بس احنا ايوه بطبيعتنا فعلا الذكاء العاطفي ده هو ايوه ايوه مرتفع عندنا شوية. تمام. طب عايزه اعرف منك كمان، هو لو في مشكله عضويه، لو الطفل نورمال وطبيعي وكل حاجه بس عنده مشكله عضويه زي مثلا ممكن يكون عنده ربط في اللسان، ده برضو ممكن يسبب له تاخر في الكلام؟ سبب التأخر والام في الكلام. ازاي بقى تكتشفه؟ عايزك تقولي لي هو ازاي يسبب له مشكله، وازاي الام تكتشفه وهو بيبي، لان في امهات كتير يفضل الطفل عنده سنتين والام ما تكتشفش. وكان في يعني انا طبعا برضو في مجال التخاطب زيك، كان بيجي لي اطفال قاعدين لحد عمر سنتين والدكتور نفسه ما اكتشفش، دكتور الاطفال مثلا، وتقول لي لا ده الدكتور ما اكتشفش وانا اول مره اعرف ان عنده ربط في اللسان وانا حولتها وعملت العمليه. فازاي تنصح الام ان هي تعرف من بدري، تعرف وتشوف ابنها وتفحصه بشكل كويس، ولو عنده مشكله تتوجه ليه؟ تمام. طيب، هو ربط اللسان شيء ملحوظ، تمام، واللي الدكاترة اكتر بيبقى عارفينه. ليه؟ لان هو اصلا ده يعني زي حتة لحمة كده، طرف اللسان مربوط من تحت، ايوه فلا هيطلع لسانه بره الطفل ولا هيرفعه لفوق. فطبيعي الاطفال بتطلع لسانها، حتى لما تيجي يعني مثلا بتاكليها او اي حاجة بتطلع، حتى لما بتيجي تعيط بتلاقي اللسان مرفوع شوية. ايوه طب ما هو مش مرفوع. بس بقى دوت لو ربط كامل والام بتحس بيه في لما في بتيجي البداية. في البدايه في مرحله الرضاعه، لما بتيجي ترضع صح. مثلا ابنها، لو ربط كامل بتحس بيه بتبدا تتوجه تقول للدكتور اصل ابني ما بيرضعش كويس، شوف المشكله فين، فتبدا مثلا الدكتور يحولها. تمام. في اطفال بقى بيبقى عندهم الربط ضعيف ربط بسيط يعني فعلا. حته مفتوحه صغيره من اللسان، ما هو تبدا تحس علشان بيها ازاي كده بقى؟ بيبدأ هو كده، عشان كده بيبقى متأخر في الاكتشاف، بس هو كدكتور بيعرف. هو المفروض ان الماما هتقول له يعني يطلع اللسان بره، اصل الرابط برضو مش هيطلع ايوه كل اللسان بره، ايوه تمام مش هيقدر يرفعه لفوق، مش هيقدر. هنبدأ نلاحظه في الكلام فعلا، لان اللي عنده رابط اللسان اغلب الحروف زي الرا واللا والحروف الساكنة مش بيجيبها. طيب عايز اعرف منك كمان، هو العوامل البيئية بتأثر كتير وبتسبب تأخر كلام عند الطفل؟ في وتقولي بداية لنا زي ايه الأمر، بقى وتفهمي الأم ازاي؟ في بداية الأمر قلنا من الأسباب اللي بتسبب، الأسباب المهمة اللي بتخلي الطفل متأخر في الكلام، اللي هي العوامل البيئية. ايه زي ايه مثلا؟ واحد، ازدواجية اللغة، بابا بيتكلم بلغة وماما بتتكلم بلغة تانية، ايوه فالطفل مش فعلا عارف بقى، متشتت، اتكلم بأنه لغة ومش بكتسب أي لغة فمش هتكلم انا أصلا. جالي طفل مره مامته مش عارفه مصريه وباباه مش عارفه تركي باين، واللي خدامه في لبنانيه، والطفل بيروح مدارس تقريبا امريكيه، فهو ما مش شاء عارف الله. يتكلم انهي لو لغه، لا هيتكلم اللي هو طبعا. مش بيتكلم حاجه، فعنده مشاكل وتاخر كبير في اللغه. لازم اثبت اللغه الام، اللغه الام، ان نتفق انا وبابا هنتكلم تركي ولا هنتكلم مصري، نرسي على حل كده ونفضل نتكلم مع بعض شويه.
أيوة. لازم يكتسب الطفل اللغة الأم، وبعد كده حبيت أنا أعرفه لغة تانية بعد اكتساب اللغة الأم. المهم طب انت تنصحي كل ام بتوري ابنها اكتر من لغه بتعلمها له على الموبايل في سن مبكر اقل من سنتين؟ ايه دي مشكله طبعا. مشكلة كبيرة، هو ايوه اكتسب اللغة الأم ما اكتسبهاش تمام 4 سنين، بعد 4 سنين اتصرفي ويكون اكتسبها، تمام يكون اكتسبها، عايزة تعلميه أي لغة تانية علميه. تمام ومن العوامل التانية برضو، من العوامل البيئية اللي بتسبب في تأخر الكلام، صدمات نفسية ممكن تحصل للطفل، صدمة نفسية وهو صغير بتخليه يمتنع عن الكلام. الحرمان البيئي، ماما مشغولة وبابا مشغول ومحدش معايا، بقعد مع الدادة، بقعد مع تيتا كبيرة قوي، فبيحصل عندي برضو ان الطفل بيتأخر في الكلام. وكمان تقريبا المشاكل النفسية او الصراعات او المشاكل الأسرية اللي بتكون ما بين الأب والأم قدام الطفل، دي مشكلة. بنلاقي في أطفال بيتكلموا كويس جدا، ونلاقي مثلا في سنة معينة من السنين بابا ومامته فيها مشاكل ما بينهم، وهو بيشوفها بعينيه وبيشوف بابا بيزعق لمامته او بيضربها او ايا كان، ويتأثر بيها ويبدأ يرفض الكلام نهائي تمام، حتى لو هو كان بيتكلم بشكل ايوه كويس. بالظبط. اغلب الاطفال تحس ان المشكله بسببي انا، فانا هحاول ابقى طيب، هحاول ابقى غلبان، هحاول ما اخليش بابا يتعصب عليا، ده بابا طلع شديد قوي، ماما طلعت، تمام فهحاول ما اتعصبش، ما احاول ما تمام اعصبهمش. طب معانا اتصال تليفوني ناخده ونرجع ماشي نكمل تمام. تاني. معانا ام احمد. الو الو، ايوه معاكي، صباح الخير. صباح النور، ازيك يا ام احمد؟ الحمد لله. يا رب دايما لو بخير. سمحت كنت عايزة أعمل مداخلة بس أسأل الأستاذة حنين. اتفضلي، معاكي استاذة حنين، سامعاكي اتفضلي. اتفضلي. أنا عندي ابني 4 سنين، بيتكلم كلمات بس مش مفهومة خالص، يعني هو ما بيجي يقول أي حاجة هو احنا مش فاهمين هو عايز ايه. تمام بس للأسف هو بيمسك الموبايل كتير جدا، وطول الوقت قاعد قدام السطون، حتى ما بحاول إن أنا أخليه اوكي يعني يلعب الألعاب التانية، لا هو مش عايز يلعب، هو عايز يفضل قاعد قدام التلفزيون. وكلمات اللي هو بيكلمها مش مفهولة، ممكن يقول بابا ماما بس الكلام مش مفهوم. عنده اخواته تانيين او الاطفال التانية اللي بيلعب معاهم بيتكلموا كويس جدا، فانا مش عارفة ده ايه. طب هو عنده كام سنة؟ عنده 4 سنين. عنده 4 سنين، عنده اخوات؟ اه تمام. اخواته اللي كانوا اكبر منه كانوا بيتكلموا كويس جدا مفيش اي مشكلة، بس هو الكلمات عنده مش واضحة، الحروف عنده مش واضحة خالص. طيب هو حضرتك حددت لنا السبب في الكلام، هو انتي بتقولي قاعد قدام التلفزيون فترة طويلة، تمام تمام، مش بيتفاعل مع الاطفال، مش بينزل، مش بتوديه يقعد مع الاطفال في مكان. هو بيشد الكرتون جدا، مش عارف يبطل يتفرج على الكرتون، اجيب له العاب او اخليه يعمل اي حاجه ثانيه، لا عايز يفضل قاعد طول اليوم بيتفرج على التلفزيون وبس. تمام. بصي يا ماما، هو مبدئيا ما ينفعش ان انا اقول هو عايز يتفرج على التلفزيون، انا المتحكم في البيت، انا المسيطر، اقدر انا اضبط اموري انا مع طفلي، اعرف امنع التلفزيون ازاي، اعرف اشيل التلفزيون ازاي، اعرف انا اخليه هو تحت قيودي مش انا اللي تحت سيطرته، تمام ده مبدئيا. ثانيا انا يعني ممكن اجيب له اللعبه اقول له يلا خد يا حبيبي العب، طب انا مش فاهمه انا المكعبات العب بيها اعمل ايه، ما فيهاش تمييز، ما فيهاش الحاجه الحلوه اللي بشوفها في الكرتون، ما اجي انا الام وانزل لمستواه اجيب له المكعبات دي ويلا هنلعب، يلا هنعمل بيت، وتعالوا اخواته ونشارك اخواته معانا، نبدا نحببه في الالعاب اللي احنا بنجيبها دي، نبدأ بالتدريج ندخله في مجموعات غريبة شوية، ننزله حضانة لو مش بيروح حضانة. تمام، هو الخط فصل. شكرا على تدخلك يا ام محمد. طبعا هي مشكلة التليفونات تقريبا، مشكلة تأخر الكلام عند الطفل هي أغلبها التليفونات. أغلبها عايزينك بقى في نهاية فقرتنا تقول لنا نصيحة لكل أب وأم ابنهم متأخر في الكلام، تنصحيهم بإيه؟ تمام. وتنصحي برضو كل أم بإيه لو هي عندها مولود جديد تعمل إيه مع ابنها علشان ما يتأخرش في الكلام؟ طيب مبدئيا احنا زي ما قلنا مشكلة الالكترونيات دي نمنعها تماما، تمام نوفر وقت كويس جدا لابني، ابني هو الاساس يعني، فنوفر له وقت، نحكي تمام معاه، نتكلم معاه، نعرفه على حاجات، نعرفه على معارف كتير، نحاول نشاركه معانا في الكلام، وايه رايك، ايه رايك نجيب هدية لماما، ايه رايك نجيب حاجة حلوة لاحمد اخونا واحنا مروحين، لازم نشاركه في حواراتنا. تمام نحاول بقدر الامكان ان احنا نمنعه تماما عن التلفزيون والتليفون واي حاجه من الحاجات المضره
ومضيعة للوقت أساسا. نخلي ماما وبابا يعملوا جو كده حلو، ينزلوا كل شوية، يعني يا نروح ريت مكان يا ريت. نادي ولا حاجة فيه أطفال ونشاركوا فيه. تمام. لو في مكان حضانة أو أي حاجة بتبقى جميلة جدا للطفل. ايوه، معظم الاطفال دلوقتي تلاقيهم مامتهم قاعدهم في البيت وتقول لك ابني متاخر في الكلام، وكمان ملقوش اخوات ولا ليه اي حد، وتقول لك ابني متاخر في ما هم الكلام. فين التفاعل؟ فين تمام. في استقبال وفي ارسال، في لغة استقبالية، في لغة تعبيرية، لازم بالظبط. لازم يبقى في تبادل كده في الحوار. تمام، شكرا جدا ليكي يا استاذه حنين، الشكر ونورتينا لله، جدا في البرنامج ميرسي. يا استاذه حنين، جاوبت عفوا، على كل الاسئله اللي انت قلتوها، اخصائيه النطق والكلام والصحه النفسيه، بجد نورتينا جدا. ربنا يخليكي. وتستنونا بعد الفاصل معانا حلقه، فقره مميزه جدا جدا جدا، طبعا برضو بتخاطب كل ام، وبتخاطب مشكله معينه في كل بيت عند كل ام، وفي كل طفل من اطفالها، فاستنونا بعد الفاصل ان شاء الله. يلا. بعد الفاصل في فقرة مختلفة ومميزة، الفقرة بخاطب فيها كل أم عندها بتشتكي من ابنها اللي بتحصيله الدراسي قليل، درجاته مش كويسة، مش بيركز مع المدرسين، مش بينتبه، دايما المدرسين بيشتكوا منه، دايما بينسى. كل دوت هنعرفه النهاردة في حلقتنا، معانا ومعاكم اخصائيه صعوبات التعلم والتربيه الخاصه استاذه شيماء محمد. اهلا بيكي يا استاذه اهلا شيماء. بك يا ياسمين. عايزين نعرف بقى منك شويه حاجات النهارده عن الاطفال دي، الاطفال اللي مش بتركز، بتنسى، الاطفال اللي بيسموهم صعوبات التعلم. تمام. مين هم اصلا اطفال صعوبات التعلم؟ اطفال صعوبات التعلم، انا شايفه ان هي اكتر فئه مظلومه في المجتمع. الطفل ده مش معروف عنه كتير، مش معروف ايه مشاكله، ايه خصائصه، طب نتعامل معاه ازاي. هو دايما طفل صعوبات التعلم بيندرج تحت الطفل اللي مش شاطر في المدرسه، الطفل اللي مهمل، الطفل اللي ما عندهوش فايده، منوش منه فايده. فانا جاي النهارده اتكلم على اطفال صعوبات التعلم عشان اعرف الناس مين هم اطفال صعوبات التعلم وايه مشاكلهم ونتعامل معاهم ازاي. اطفال صعوبات التعلم هم بتسمى هيدن ديسابيليتي. يعني ايه؟ يعني الاعاقه الخفيه. ليه اعاقه؟ لانه عنده شويه مشاكل بتعيقه عن التحصيل الدراسي. تمام. ليه خفيه؟ لان هي ما بتظهرش غير لما يبدا الطفل يخش المدرسه. فعلا. هو الطفل ده ما عندوش اي مشاكل عقليه او حسيه، يعني سمعه كويس جدا وبصره كويس جدا. امال عنده ايه؟ هو عنده خلل في الجهاز العصبي المركزي. طيب طب برضه بيعمل ايه؟ هو بيسبب له صعوبات نمائيه وصعوبات اكاديميه. اللي هي تمام. الصعوبات النمائيه دي يعني اللي هي عند كل الناس، اللي هي المفروض يبقى يتذكر، ينتبه، يفهم، يفكر، فعلا. يحل المشكلات. طب انا معظم الامهات تقعد تقول لك انا ابني عنده في مشكله بقى في الحاجات دي. ده بالظبط، هو بيبقى عنده خلل كبير في المهارات تمام. الاساسيه دي، ان هو ينتبه معاكي. طب لما ينتبه المفروض هيركز، لما يركز هيتذكر ويفكر ويحل معاكي. فالمهارات دي مطلوبه تمام. جدا. طب انا بصي يا استاذه شيماء، انا عايزاكي في الامهات بقى تقعد تقول لي انا عندي مشكله، ابني مثلا عنده عسر في القراءه، في ايوه بالظبط. الكتابه، في الحساب، مثلا المدرسين دايما على طول تحصيله في المواد ديت بيشتكوا منه؟ بيشتكوا منه، وبتبقى في مادة معينة ولا بتبقى في أكتر من مادة؟ لا، بتبقى غالبا في كل المواد. ليه؟ ما انا بقول لك ان المهارات الاساسيه ان هو يتذكر ويفهم ويركز ويحل المشكلات ويفكر، فان هو دي مطلوبه جدا عشان يقدر يقرا ويكتب ويحل المسائل الحسابيه. تمام. ده دي نت دي بتاثر على دي. فبالتالي عشان الطفل الصعوبات ده نعالجه، لازم نعالج الاول الصعوبات النمائيه، وبالتالي هيتعالج في الحساب والقراءه والاملاء. تمام. انا حاساكي بتحبي الفئه ديت وبتحبي تشتغلي معاهم، حتى انت قلتي لي انا بحب الفئه دي، اشمعنى انت اخترتي الفئه دي اكتر حاجه انك تشتغلي معاهم؟ انت تخصص ايه اصلا يا استاذه انا شيماء؟ في الكليه كان عندي كذا تخصص، اخترت الفئه دي زي ما بقول لك لان الفئه بحبها، مظلومه جدا. وخصوصا انا كان عندي حاله طفل يعني تابعته على مدار مراحله التعليميه، فانا ما كنتش لسه برضو قبل ما اخش الكليه ما كنتش عارفه عنه حاجه. طب هو ايه مشكلته؟ طب هو ليه مش زي زمايله؟ تمام. فانا حبيت اخش المجال ده عشان اساعد الاطفال اللي زيهم. طب مين اللي شجعك ان انت تخشي المجال ده؟ انا حاسه برضه ان في حد مشجعك، او انت حابه المجال ده، يعني انت اولا حابه قوي عايزه من كلامي معاكي. انا حسيت ان انت يعني المجال دوت
مش عايزه اعرف ايه السبب. ومتفوقه فيه الحمد لله، وبطور من نفسي فيه. ده الفضل يرجع بعد ربنا سبحانه وتعالى لوالدي ووالدتي، ربنا يكرمهم يا رب. دايما سند ليا ودعمه طول الوقت، وجوزي الباشمهندس عيسى دايما بيخليني اطور من نفسي في المجال اللي بحبه. فهم ليهم الفضل في اللي انا فيه. يعني انا كان ممكن اكتفي بمجال الكليه وخلاص، لكن لا، انا دايما انا بعمل دراسات عليا وببحث في المجال اكتر واكتر عشان اقدر اساعد الفئه دي. بالتوفيق يا رب. فانا عايزه برضو اعرف من ضمن الحاجات اللي الام عايزاها تبقى تعرفها، ليه ابنها اصلا عنده صعوبات تعلم؟ ايه السبب؟ هو فعلا ده معظم الابهات والامهات بيسالوني، هو ليه ابني مش زي الباقي؟ ليه ابني مش زي اخواته؟ ما انا عندي اخواته الاكبر منه عادي بيحفظوا وشاطرين جدا في المدرسه، ليه مش زي زمايله؟ ليه الوحيد اللي عليه كلام في الفصل؟ هو لما نعرف الاسباب يعني مش هنستفيد حاجه، بس احنا ممكن نقول دلوقتي لحد دلوقتي في دراسات ودي في اجتهادات، لكن في سبب رئيسي اقدر اقول ان هو السبب في صعوبات التعلم؟ لا، هو في مسببات عوامل. وخلينا متفقين ان صعوبات التعلم اساسها خلل في الجهاز العصبي المركزي. فبالتالي المسببات العوامل اللي انا هقولها دلوقتي اي حاجه منها هتسبب هتصيب الجهاز العصبي المركزي، يبقى على طول هيبقى في صعوبات التعلم. منها اثناء الحمل، الام وهي حامل لو اتعرضت، طبعا كلنا عارفين الاشعه والتسمم الحاجات دي بتاثر على الطفل. هي لو اتعرضت للتسمم او الاشعه او الطفل وزنه قليل هيسبب صعوبات التعلم. اثناء الولاده لو الطفل حصل له نقص في الاكسجين برضه هتسبب. طيب بعد الولاده لما الطفل يبقى يصيبه بعض الامراض او الحوادث واصابه الجهاز العصبي المركزي، خلاص برضه هيؤدي لصعوبات التعلم. طيب حاجه تاني، في عوامل وراثيه، يعني لو في حد من الاباء او الاجداد عنده صعوبات الموضوع بيتوارث، صعوبات التعلم هتلاقيها متوارثه في احد الاحفاد. طيب وفي عوامل تانية، عوامل كيميائيه زي ايه؟ يعني احنا في الجسم عندنا عناصر بنسبه محدده، العناصر دي لو زادت او قلت هتعمل خلل وهتاثر على الخلايا المخيه. طيب زي ايه؟ ترسيب حمض البيروفيك ده لو زاد في الجسم بيؤدي لصعوبات التعلم. تمام. وكذلك الفيتامينات لو زادت او قلت عن حدها بيحصل خلل. تمام. انا عايزه برضو اعرف الام او انت كاخصائيه او لما بيجي لك طفل انت ازاي بتعرفيه ايه اعراضه؟ الاعراض اللي بنقدر نقول ان الطفل دوت ده خلاص طفل صعوبات تعلم. عايزين نقول ان الطفل صعوبات التعلم تظهر مشاكله قوي لما بيبدا يصادف في المدرسه. ليه؟ مطلوب منه واجبات، مطلوب منه يقرا ويكتب ومعظمهم بيبقوا هروبيين جدا من الواجب والمدرسه، لان هو مش قادر. هو مش قادر، وتلاقيه بقى مامته تيجي تصحيه الصبح تعبان ويعمل بقى ان هو تعبان وسخن وبيرجع اللي هو عشان مش عايز يروح، عايز يهرب. ليه؟ لان هو مش عارف يتكيف ومش عارف يتعلم. هو الطفل ده مختلف عننا، المعلومه اللي بتدخل له غير المعلومه اللي بتدخل لك. هو بيشوف الارقام والحروف غير بالطريقه اللي انت بتشوفيها. ادخال المعلومه في دماغ الطفل صعوبات التعلم مختلفه، فده لازم نبقى عارفينه. بمعنى ايه اللي بيحصل له؟ يعني انت لو مليتيه رقم 2 هو يكتبها 6، والعكس لو 6 2 والسبعه 8 والثمانيه 7، وخصوصا الحروف المتشابهه الب ت والت س والسين شين، تلاقيه متلخبط. تقعدي انت تقرريها دي سين يا بابا، وتقعدي تكتبيها معاه 100 مره، يجي يكتبها لك شين، يعني في لخبطه جامد. تاني حاجه ان هو صعب في تنفيذ الاوامر. لو قلت له مثلا هات كوبايه ميه واقفل الباب، يجي بعديها شويه اعمل حاجه ثالثه خالص. طب انت ليه ما عملتش اللي انا قلت عليه؟ معظم الامهات بتشتكي من الحته دي، تقول لي انا حاسه ان هو مش بيفهم، انا بديله الامر او اقول له روح هات لي كذا وكذا، يجيب لي حاجات تانية خالص، يا اما يجيب لي حاجه واحده من الحاجات اللي انا قلتها له. ده صحيح. وكتير بقى صعوبه في تنفيذ الاوامر. أيوة. او ينسى مثلا، تقول له روح اشتري حاجه من السوبر ماركت، يروح مثلا يوقع الفلوس او يجيب حاجه تانية خالص. وده اهم مظهر من مظاهر صعوبات التعلم، ان هو بينسى. بينسى كتير. يعني انت تبقى لسه مدياله الرقم او الحرف 100 مره، تيجي لا كانه ما خدهاش. يا حبيبي انا عايداها معاك 100 مره. لا، هو بينسى. تاني حاجه ان هو سهل يتشتت جدا. يعني انت قاعده بتذاكري معاه، لو نملايه معديه ايه ده يا ماما مش عارفه ايه في الحيطه، يا حبيبي ركز معايا. هو كمان ما عندوش القدره ان هو يركز معاكي لمده طويله.
فتره التركيز بتاعته قصيره جدا، تلاقي دقيقتين وانشغل باي حاجه، مش قادر وعندوش القدره ان هو يقعد يخلص معاك الدرس، ده مستحيل. انا بحس ان كل ام عندها طفل صعوبات تعلم بصراحه الله يكون في عونها، اللي هي بتقعد تذاكر فتره وتقولي انا بحس ان انا عندي واحد في ثانويه عامه بلوى اكتر، بقعد اذاكر له عدد ساعات طويله وبعدها رغم انه انا بذاكر له في نفس اليوم وبنفس الطريقه اللي الميس بتاعته بتديها له بيها، واجي اساله فيها بعدها بخمس دقائق ينساها. لا ده مختلف تماما، زي ما قلت طريقه ادخال المعلومات عنده مختلفه، هو غصب عنه، يعني هو مش بيتدلع ولا مش عايز، لا هو دخلاله كده، انت قلت له اتنين هو هيكتبها، هو سامعها ستة، هو سامعها ستة رغم انه سمعه كويس جدا وبصره كويس جدا. لو مثلا مليتيه كلمة بدأة يكتبها أدبة، بيعكس نطة بطة بيعكس، تلاقيه مثلا هو بيكتب يمسح كتير. يعني انا كان عندي حاله بختبره فهو بيكتب يمسح كتير، يا حبيبي طب انت وريني اللي كتبته، يكتب ويمسح. تاني حاجه هو المفروض يكتب من اليمين للشمال، تلاقيه بيكتب العكس وخطه سيء جدا، فدي كلها مظاهر بتدل على صعوبات التعلم. تمام طيب هناخد اتصال ونرجع نكمل الكلام. معانا اتصال ام ياسين. الو صباح الخير. صباح النور، ازيك يا ام ياسين؟ الحمد لله، انا مبسوطه جدا ان انا معاكم بجد، وفطيخة بقالي كتير جدا ونفسي اكلمك. حبيبتي والله. اتفضلي استاذه شيماء معاكي. انا مامتي ياسين، فاكراني يا استاذه شيماء؟ اهلا ياسين، ازيك؟ انا بطلت عشان اشكر حضرتك بجد، انا بطلت بس عشان اوجه كل الشكر لحضرتك ان ابني كان عنده صعوبات وكان بيجي لحضرتك، وبفضل ربنا ثم بفضل شغلك معاه بجد انا كنت وصلت لمرحله من الياس والاحباط، وكل ما كنت بوديه مدرسه كانوا بيقعدوا يقولوا لي ابنك مش بيفهم، ابنك ده متخلف، ما تجيبوش هنا. الوحيده اللي قدرت انها يعني تقدر تشتغل معاه وتحسن كتير جدا، وقدرت انها فعلا تغير حاجات كتيره جدا فيه بجد، يعني انا حابه ان انا اشكرها جدا انها فرقت في حياه ابني، ربنا يبارك لها ويبارك لكل الاساتذه اللي زيها ويكثر من امثالها يا رب. تسلمي تسلمي، سلمي على ياسين كتير. وانت شكرا لاتصالك يا ام ياسين، تسلمي. مش انا قلت لك انت حاسه ان انت بتحبي المجال ده قوي وبتدي حقه؟ بتعامل معاه بحب يعني، بقوله خلاص بديلي كل اللي عندي. دي حاجه كويسه جدا يعني، نفسي كلنا كده في مصر وفي اي حد يدخل مجال حبه عشان يقدر يدي فيه ويقدر يبقى انا مبقاش عايزه الجلسه تخلص يعني، انا ببقى يعني في المستشفى عندي ببقى هما جلسه ميعادها خلصت، لا عايزه اديله كل اللي عندي. حتى الاطفال يعني بيقول لي انت بتعملي ايه فينا، يعني جات لي حاله اسمه محمد ده لمت جدا وحد زي العسل، يقول لي انا حبيت المذاكره في الاول كنت بهرب من المذاكره، لكن دلوقتي انت فاهمه دماغي. المدرسين دايما بيقولوا لي كلام وحش، انت الوحيده اللي فاهمه دماغي، فاحنا محتاجين كده ان احنا نفهم الاطفال دي ونعرف نتعامل معاهم وان احنا نقدرهم ونديهم ثقه بنفسهم بالزبط. وان احنا نحبهم، وكمان الاهل في البيت يا ريت يحبوا عيالهم، هم لو حبوا عيالهم وادهم ثقه بنفسهم هيطلعوا احسن ما فيهم، احسن ما فيهم جدا. لكن بالزبط. تلاقي مشكله الاب والام ايه، انت مش زي اخوك ليه، ده اخوك بقى دكتور، هو انت اللي هتبقى فاشل. المقارنه دايما، انت مش زي ابن خالتك ليه، ده قدك في نفس السن، هو شاطر وبيطلع الاول وانت بليد وما ده صحيح، وطبعا النتيجه عكسيه تماما. ايوه، وهنا مشاكل نفسيه بقى واكتئاب، والولد ما بيبقاش عايز يروح الدرس ولا المدرسه وكره حياته خلاص. ده صحيح، ده بسبب كتير. الاهل بالظبط. طب انا عايزه اعرف برضو، هو انتوا في المركز او في التشخيص بتاعكم بتشخصوا ازاي، بناء على اختبارات ولا بتشخصوا؟ بالظبط، لازم الطفل لما الام تحس ان في حاجه غلط معاه، هنا الفارق ان الام بتعرف اذا كان ابنها بيتدلع ولا لا، ابنها ولا عنده مشكله حقيقيه بيعاني منها، فبالتالي هي لما بتحس بمشكله بتيجي بقى للاخصائيين. الاول بيتعرض على اخصائي نفسي تعمله الاختبارات اللازمه، صعوبات التعلم اول حاجه بتعمله اختبار الذكاء. تمام. وتاني حاجة اختبار صعوبات التعلم عشان يحدد إذا كان في صعوبات ولا لا. تاني حاجة عايزة أقول إن طفل صعوبات التعلم ده ذكائه طبيعي جدا، 90 أو تلاقيه فوق فعلا، فوق 90. دي المشكلة. عن في موهوبين منهم ومتفوقين، هتقولي إزاي؟ هقولك هو الذكاء بتاعه هو زيه زي العادي، هو الاختلاف بس في إدخال المعلومة. تمام. طب انا عايزاكي بقى قبل ما نختم تدينا نصيحه لكل اب وكل ام عندهم طفل صعوبات تعلم، ازاي يتعاملوا معاه؟ اول حاجه ان هم يتعرفوا على المشكله،
ان ابني عندي مشكله حقيقيه، طيب ابدا ابحث عن المشكله واسال المختصين في المجال، طيب انا هتعامل ازاي؟ بعد ما عرفت المشكله ورحت للاخصائي وفهمني الدنيا، ابدا بقى ان الام تسعى ان هي تختار افضل الوسائل وافضل الطرق لتعليم ابنها. انا مش بقول ان هي تصرف عليه كتير، لا، تبتكري تعرفي مداخل ابنك ومفاتيحه، يعني ابني اللي بيتعلم اكتر لما بيسمع ولا لما بيشوف ولا لما بيلمس، اعرف القدرات نقاط القوه بتاعته واستغلها في تعليمه. الام تبقى صبوره جدا، تبقى صبوره، هو الموضوع هيطول وهياخد وقت ومحتاج مجهود، بس ده عشان ابنك تنقليه من نقله تانية خالص بان هو يبقى زيه زي العاديين، وافضل كمان تكوني صبوره معاه. تاني حاجه ان هي ان هم تتقبل الاخطاء بتاعته، يعني عادي ما تقعدش طول الوقت تقارن انت مش زي اخواتك ليه، انا زهقت انا تعبت، لا، تتقبل الاخطاء بتاعته وان في فروق فرديه. ابنك ده صوابعك مش زي بعضها، ده غير ده غير ده. طبعاً. تتقبلي ابنك وتتعاملي معاه بحب. تمام، شكرا جدا ليك يا استاذه شيماء، وشكرا على المعلومات الجميله اللي انت فدتينا بيها دي. واستناكم في حلقه تانيه ان شاء الله من برنامجكم شارع العرب، واستنى كمان اسئلتكم على البيتش، ايه الموضوعات اللي عايزين نتكلم فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.